يعني التصديق لكلامك في نفس الاصحاح في الاصحاح الرابع بيتكلم عن لامك بقول أيوة. وقال, وقال لامك لامراتيه بيحكي مع النسوان عاد yeah. وصلى اسمعا قولي يا امراتي لامك واصغيا لكلامي فاني قتلت رجلا لجرحي وفتن للشدخي. الظاهر انه كان متزوج نسوان تنتين وكانوا yeah. آه رافعين الضغط بتبعه الظاهر mm -hmm. وهي دائما <applause> مشاكل الزواج اكثر من آه من امراه اللي هي طبعا ضد فكر الله في الكتاب المقدس لكن لاحظ الكلام انه ينتقم لقايين سبعه اضعاف واما للامك فسبعه وسبعين يعني سبعه وسبعين مره فان الفكره انه القصه معروفه وعلى فكره أيوة. انه العيله تنتقم فقال لا 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 اذا قاين في انتقام سبع اضعاف انا اي واحد راح يمس طرف تعرف الكبرياء الشرقي اللي بمس طرفي يعني م. سبعه في سبعين مره راح ينتقم منه بالظبط كده وده يورينا ان العقوبه اللي حصلت على قائين كانت معروفه عند الناس في الاجيال م. اللي بعديها معروفه وبيبين كمان قساوة قلب الإنسان زي ما حضرتك قلت يا سيس نزار لأنه والله الله منذ خلقهما ذكرا وأنثى زوجة واحدة لشخص واحد لكن لامك غلط وتزوج اثنين فالإنسان بيعصى الله من ساعة ما آدم وحواء عصوا الله في الجنة وخرجوا منها ابتدى سكة العصيان شغالة على طول على طول على طول فحصل القتل وحصل تعدد الزوجات فدي كلها بتورينا قساوة قلب الإنسان ودخول الخطية وتأثيرها الأخلاقي علينا، كما تأثيرها المادي على أجسادنا كمان، فكله متناسق مع بعضه طبعا.